يا جماعة احنا كده داخلين على المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة اللي قصادنا اللي هناك دول العماير، الجزء اللي هناك ده اللي لسه شغالين فيه، عشان لو حد بيسأل على العماير أو المرحلة الثالثة يظروفهم. زي ما انتوا شايفين كده هم شغالين، يعني مش مريحين. كل اللي في وشنا ده كده المرحلة الثالثة، احنا في ظهرنا على طول كده مرحلة ثانية ومرحلة أولى، الأولى اللي على الشمال الثانية اللي على اليمين. دي كده المرحلة الثالثة، الناس اللي بتصل المرحلة الثالثة شغلوا العماير اترفعت اهي وشغالين. خليك مكمل على طول احسن لك. احنا كده بنرجع على طول بقى. ايوه على طول. لا احنا بس هناخد بس راوند جوه كده، عشان هو قالوا بعد الكانتين ده كده دي المرحلة الثالثة دي كلها. ادي الكانتين اهو المرحلة الثالثة، كل ده كده احنا دلوقتي في المرحلة الثالثة. الناس بقى اللي بتسأل بقى عمارة، بص لي على عمارة رقم كذا او رقم كذا، اهو كله شبه بعضه يعني دلوقتي. فما افتكرش ان دلوقتي في تسليمات، يعني دي المرحلة الثالثة ما فيهاش تسليمات. دي المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة ما فيش أي حوار زي ما احنا شايفين كده. بص روح عند العربيات اللي هناك دي ونلف ونرجع من هناك. عايز اخد الحتة اللي هناك دي، دي المرحلة الثالثة يا جماعة. هنقف التقاطع بس هنا سوي. دي كده المرحلة الثالثة اللي احنا فيها، بس لسه ما يعني واضح ان هي لسه ما خلصتش كلها، عشان لو حد بس بيسألني بيقول لي صور عمارة رقم كذا، اصلا يعني هو اكيد مش مترقمة دلوقتي، عشان اوصل لترقيم هيبقى حوار. فوصلت لكم كده الفكرة كاملة. دي المرحلة الثالثة يا جماعة، عشان بس ايه، عشان انا ما انساش، مش عشان افكركم بس، يعني دي المرحلة الثالثة. صباح الفل يا عم ماجد.